السلام عليكم، شكرا سعادة الرئيس. الحقيقة بدنا نحكي بس مش عارفين شو بدنا نحكي يعني شو ما حكينا حكينا هو عبارة عن الإعلام وقدام الإعلام وقدام الشارع العام إنه حكينا. حبر على ورق ما في شيء تطبيق منه نهائيا. الأسعار ارتفعت وجميعها راح ترتفع وشو ما حكينا ما راح يرجع سعر ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لكن نطلب من دولة الرئيس دعم القوات المسلحه وزياده الرواتب مما يتناسب مع المعيشه وزياده الموظفين وصندوق التنميه الاجتماعيه. الاسعار اللي ارتفعت وتواكبت المواطن الاردني لا يطيق العيش فيها وانما مصلحه الوطن اقتضت ذلك والموضوع طرح الثقه بالحكومه لو طرحنا الثقه وراح دولة الرئيس بيجي دولة رئيس ثاني راح يكون على نفس الموضوع كنا نقول عبد الله نسور دولة عبد الله نسور اجى دولة الملقي وراح يجي دولة اي رئيس قادم راح يمشي على نفس النهج وما راح يتغير اي شيء فكلامنا هو عبارة كله كامل من شان الاعلام نطلب احنا رفع رواتب الموظفين ورواتب الاجهزه الامنيه والعسكريين وشكرا